قرية عين الغزا، إحدى قرى جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، تتبع إداريا إلى ناحية كنسبة التي تبعد عنها حوالي 2 كيلومتر. يبلغ عدد سكانها حوالي 700 نسمة، وكلهم من الكرد، ولكنهم لا يتكلمون الكردية، وذلك لعدة أسباب، أهمها سياسة التعريب التي اتبعها نظام الأسد منذ توليه لسلطة البلاد، وبعدهم الجغرافي عن مناطق الكرد في سوريا. ولكنهم رغم عدم تحدثهم الكردية إلا أنهم ما زالوا يحتفظون بأغلب عاداتهم، كإشعال النار في أعراسهم وارتداء أغلب الكبار في السن للزي الكردي، وتحدث بعضهم ببعض الكلمات الكردية التي ورثوها عن أجدادهم. أبرز عائلات هذه المنطقة جناورو، سيو، عترو، أوسي وأحمد. تعرضت هذه القرية لحملة عسكرية روسية إيرانية شرسة، وذلك بسبب موقعها الاستراتيجي على طرفي الطريق M4، وهجر أهلها بعد أن قدموا أرقى التضحيات ضد هذا النظام. لا زال أبناء هذه المنطقة يفتخرون بأصولهم الكردية ويتكلمون بعض الكلمات التي أخذوها عن أجدادهم،